ومن أكثر ذكره رأى في دهره وفي حياته العلو والظاهر، وفي نفسه السمو والبهير، وفيه سر بديع وسر عظيم للمشايخ والمعالجين والمرشدين والنورانيين والروحانيين ولكبار العلماء والمشايخ ولطلاب العلوم والأنوار. فيه سر عظيم أيها الإخوة الكرام، فإن يعلي مرتبته ويعطيه الله ويسهل عليه قضاء الحوائج ويسهل عليه العلم ويعطيه المرتبة العالية فيما يريده وفيما يطمح إليه، وكذلك الطلاب والتلاميذ والطلبة في جميع الجامعات. فمن أكثر ذكر هذا الاسم الشريف يعلي الله مرتبته فوق ما يريد وما يحلم به ويتمناه، وهو اسم عظيم أيها الإخوة الكرام. وكذلك له خاتم روحاني لمن لبسه يرزقه الله سبحانه وتعالى الهيبة في القلوب، ومن لبسه رزق المكان العالية في قلوب الناس ويهابه كل من يراه. وكذلك له مربع مثلث في باطن المربع، وهذا سر روحاني عظيم أيها الإخوة الكرام في التصريف بأسماء الله الحسنى وهندسة أسمائها ورسومها. وحمله هذا المربع إذا حمله أي حاكم أو مسؤول أو رئيس في أي مصلحة أو رئيس على أي مجموعة من الناس رزقه الله سبحانه وتعالى الهيبة ونفاذ الكلمة عليهم وتطيعه الناس بإذن الله تعالى. وختمه كذلك إذا لبسته المتعسرة عن الزواج أو المتعسر عن الزواج أو المتعسرة عليه التجارة، فإنه يصلح الله سبحانه وتعالى حاله، والتي تطلب الزواج أو الذي يطلب الزواج وهو متعسر عليه فإنه يسهل الله سبحانه وتعالى عليه الزواج، والتي تطلب الزواج يأتيها الخطابة بإذن الله تعالى لمن لبست خاتمه أو حملت مربعه، خصوصا من داوم على ذكر هذا الاسم الشريف يحصل على تجليات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا في الله متابعينا الكرام. أتدرون أيها الإخوة الكرام أن اسم الله تعالى العلي هو اسم عظيم أيها الإخوة الكرام، يحتاجه كل الناس في أذكارهم، ويحتاج إليه العالم والحاكم والفقير والغني لما فيه من الخواص والأسرار والأنوار. كيف تدعو به الله تعالى، وكيف تتقرب به إلى الله، وكيف تحصل على خاصيات هذا الاسم العظيم اسم الله العلي، ومعناه ظاهر وسره باهر أيها الإخوة الكرام، وهو لعلو الدرجات ورفع المكانة ولطلاب المناصب والمراتب العالية في التعليم وفي الوظيفة وفي الشغل، وللهيبة في القلوب، ويليق للحكام ولطلاب العلوم النورانية والأسرار الربانية. وسترون ذلك إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة وكيفية الدعاء به وكيفية ذكره. وكمان دائما أيها الإخوة الكرام، هذه الأذكار التي نضعها في القناة فإنها بسيطة جدا ولا تأخذ وقتا كبيرا، ولكن لها تأثير عظيم، وهي مؤثرة أيها الإخوة الكرام في حياة الإنسان بشكل كبير. والكثير من المتابعين يصفون لنا ذلك لما يشاهدونه من الأسرار والتصريف. فمن تقرب إلى الله تعالى وذكر هذا الاسم الشريف بعدده البسيط جدا الذي لا يأخذ دقيقة، فإن الله سبحانه وتعالى لمن ذكر هذا الاسم كرم الله تعالى وجهه عن تدلل لغيره، لا يحتاج إلى أحد من خلق الله تعالى، ويحبه كل من رأه، ويؤيده الله سبحانه وتعالى بنصره، وينتقه الله بالعلم، وينتقه الله بالحكمة وبالفهم، ويعطي الله عقلا ونورا في قلبه، ويعلم دقائق العلوم. ومن أكثر ذكر هذا الاسم الشريف وداوم على ذكر هذا الورد الشريف بهذا الاسم أعلى الله تعالى قدره، وأحبه كل من رآه، وانقاد إليه كل من أراد، وكل من دعوته لشيء أعطاه لك ولو كان بينك وبينه من العداوة ما شاء الله.
وقد أطلنا الكلام في ذكر هذا الاسم الشريف لعظمته أيها الإخوة الكرام. وذكر عدده علي 110، وهو لا يأخذ دقائق، 110 لا يأخذ دقيقة. لا إله إلا الله العلي، أو لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت يا علي. من الأفضل أن تذكر معه كلمة توحيد 110 مرة، أو تذكره يا علي يا علي يا علي هكذا، أو علي، فإن المهم يكون بهذا العدد مرة في اليوم أو بعد كل صلاة، أو مرة في الصباح ومرة في المساء، للحصول على تجلية هذا الاسم الشريف. وله يناسبه من الأسماء الإدريسية هذا الاسم الشريف، الذي من ذكره على أي واحد يسيء إليه من أهله أو زوج امرأة على زوجها، أو في العمل، أو كان جار سوء أو غيره، أو ابن وكان فيه سوء الأخلاق أو سوء المعاملة معك، تذكر عليه هذا الاسم الإدريسي الشريف، ينصلح حاله لا محالة بإذن الله تعالى، ويصلح الله أحوال الزوجين كذلك، من إذا كانوا متخاصمين أو بينهما الشرور، وكثير ما هو موجود في هذا الزمان. والله يختص برحمته من يشاء. وهذا هو الاسم الشريف يا عالي الشامخ فوق كل علو، فوق كل علو ارتفاعه، ارتفاعه يا علي، يا عالي الشامخ، الشامخ فوق كل علو، فوق كل علو ارتفاعه يا علي. تقرأه 100 مرة في اليوم يحصل لك التجلي، وكذلك يسخر لك الله قلب من تريد بإذن الله تعالى. تقرأ هذا الاسم الشريف كما وصفت لكم 100 مرة بنية إصلاح من تريد، إن كان جار سوء، أو كان ابنا غير صالح، أو كان أي صديق يسيء إليك أو زوج يسيء إليك، فإن الله يصلح حاله معك وتندهش بقدرة الله تعالى بآثار هذا الاسم الشريف. تقرأه 100 مرة في اليوم، هذا يكفي بإذن الله تعالى حتى يصلح الله حالك ثم تتوقف. والكثير من الإخوان يسألوننا عن انقطاع إذا ذكر الإنسان أسماء إدريسية ثم توقف عليها، هل يحصل له شيء كما هو موجود في بعض القنوات، يقولون إذا ذكرت الأسماء الإدريسية وتوقفت عن ذكرها فإنه يصيبك الشرور والعوارض وغير ذلك، وهذا غير صحيح أيها الإخوة الكرام. فذكر الأسماء الإدريسية لغرض معين أو لحاجة تريدها فإنك تذكره حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليك، يفتح الله تعالى عليك في حاجتك فتنقضي بإذن الله تعالى، يمكنك التوقف عن ذكر هذا الاسم الشريف. وأين يوجد الضرر إذا توقف الإنسان عن الذكر؟ إذا كان مأذونا فيه في بعض الطرق، ويكون مأذونا بشيخ على دوام ذكر هذا الاسم أو هذه الأسماء، مجموعة الأسماء الإدريسية، فيداوم عليه الإنسان ثم يتوقف بملل أو غيره، هناك تصيبه بعض العوارض، لأن الأسماء الإدريسية قوية أيها الإخوة الكرام. إذا كنت مأذونا أو تعاهدت شيخا على أن تداوم عليها طوال عمرك وتوقفت عليها، هنا تخاف، وهذه على جميع الأذكار وجميع الأوراد، والصوفية والذين يأخذون الأوراد والأذكار من مشايخهم ومن مقدمهم يعرفون هذه الأمور في جميع الأذكار، في الصلاة على النبي والأوراد، في الطريقة التيجانية وجميع طرق صوفية. إذا توقف عليه الإنسان وكان واخذ عليها إذن أو عهد وتوقف عليها، نخشى عليه. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى الألطاف لنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.